فيه وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في زيارة الأربعين وضرب رفضته فيك ليستنقض عبادك من الحياة للضلالة. هذا قدران يا عبد الله الحسين سوف نوانين ما تنقران ولما سمعتنتي مسلمون ورحمة الله وبركاته. ينتي خدمتنا تسليمنا تعزيق عصر ينتي مولا ينتي رجم ينتي سي كرم حسين لتلقي شهادة من شميسك سي يندم نم كمونا إظهار أقيدة وإظهار محبة من رسول سي يندم تسليمنا عصر ويندم كمنا يا رب سي إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في كبر خدمتنا ودنقوا الوسيم وللأمر المسلمين دعاء سيد علي الخاملين في حق خنبل مشتهين أعوام مراجع تقليد خنبة الزهران رزم الدغام محافظين الحرم قام خنبل تسليمنا تعزية عصر شكرا للجم بجيلو يطلب كما خبرك لجلنا شرطور لجلنا زمزم لجل يحالك نطلب انقلابي زرمي حسيني زرمي نشاني وعلامات شكر الحسين دون قابل لشي خشتنا دون سرق دون لك باروشي لشي مالك عمر الحسين أربعين شي زرمو لو رميو لغزي شمي وطيو انقلابي اسلامي رانس جاو جاو قون شخص من اللي يردك بيام أربعين يدر كم زرمو أربعين يدر كم مناغتم كما كما شخصين جهنم في الأقوى العودة وبسم الله يطلع ذلك الزرم أول لتجيك بيامو أربعين خيمة أبي عبد الله حضرت الأمام كل يالا بيام تعمل جمهور الإسلام يران يالا في إمام حسين أربعين يوغا دماء بالدنيا كما يجوك سسكة ليوم مستدعمين مستقبلين مريان دبيتا مهمو قوك جميل ذلك إن شاء الله دشمان سرعتي دون جاك بمينا ناجد عوضنا جنرال حجة الإسلام والمسلمين الحاج شيخ سعد الرجائي جيرم إمام حمين حمين إمام الرجسين يقول خطايا في أنا مالك السبيلي أربعين بيام سيارو لا توجه مزد قول يقي استقبال ينو بسمعان السلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين فارغ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد المعصومين المنتجبين الهادين ولعن الدائم على أعدائهم الدين. أما بعد، أبو حمزة الشمالي
ایک معتبر شخصیت چھے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اربعین متعلق نقل ما چھندو دی اربعین تعریف مختصر یتالا وضاحت چکتا سنا نادری حالات کا مختصر مختبوی بسے یتی وقت تمام بسے رفض احمد بن انشاءاللہ دیکھنا نیرے